السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحية للأخوات والأخواتات وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء والمتتبعين الكرام، أهلا بكم جميعا. المهم الأخوات والأخواتات، صباحكم مبروك بعد هذا الصباح، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومبروك هذا الخير ومبروك الفوز المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله غدا الاربعاء يفوز على فرنسا ونتأهلوا النصف، عفوا نتأهلوا النهائي ان شاء الله. المهم الموضوع ديالنا ماشي هو هذا، الموضوع ديالنا هو واحد الاخت ولا واحد الاخ قال لي كي دايره الحاله الامنيه هنا في حي البساتين، وقال لي بان انتما خدامين تما وكتلاحظوا شنو كاين تما. الله يجازيك بخير، شنو كي دايره الحاله الامنيه تما؟ المهم اخويا ولا اختي، الحاله الامنيه مزيانه بخير، ما كاين لا صداع لا غوت لا والو، وما يبقاوش الناس يعمروا ليكم راسكم تيقولوا الكريساج والمشاكل والمضاربات والمدابزات. المدابزات راه ضروري، فين ما مشيتي كتلقى المشاكل، ولكن هنا الحمد لله بخير وعلى خير، ما كاينش شي غرام ديال المشكل. كاينين بعض الناس اللي كيخلقوا شويه ديال الشغب، وبعض البراهش الصغار اللي كيخلقوا الشغب، ولكن راه كاين الامن وكاين كاينه الحراسه، راه اللي دار شي حاجه راه غادي يتحاسب عليها. حتى من ناحيه كما كتشوفوا هنا هذا الصباح هذا، كما كتشوفوا الناس كاين اللي خارج غادي للخدمه، كاين اللي مازال ما خرجش. المهم ما كاينش شي واحد اللي كيتشكى مع الصباح وكيقول لك راه كيغريسيوني ولا كيديروا ليا ولا كيفعلوا ولا كذا وكذا. المهم كاينين بعض الناس ما غاديش يحملوا هذا الفيديو هذا، وانا عارف شي وحدين غادي يحطوا شي كومونتيرات بانني انا تنزين الناس، وانا اللي بغيت نوصل الفكره للناس اللي تيتيقوا هذوك تيقولوا لهم السخيرات خايبه والسخيرات فيها وفيها وفيها والى اخره. السخيرات زوينه زوينه، كيتمنى كل واحد يسكن فيها. انا 27 سنه وانا ساكن في هذه مدينه السخيرات، والحمد لله وشي الله رجال البلاد كما كيقولوا. المهم بعض الناس الله يهديهم تيبقاو يخسروا وتيبقاو يسمعوا شي حاجه من عند بعض المكرهين ديال هذه المدينه هذه. السخيرات راه زوينه، وهنيئا للناس ديال تمارا على هذا. انا كنعتبركم فزتوا، هذا فوز مستحق، جيتو سكنتو في هذه المنطقه هذه ديال مدينه السخيرات، خصوصا في هاد الجهه هذه والناس ديال ميموزه حتى هما. غير بعض الناس الله يهديهم، بعض البراهش كما تنقولوا تيبغيو يخلقوا داك الشغب، ولكن راه كاين الامن. غير باش تعرفوا الامن راه كاين، راه اللي دخل سوق راسو راه ما توصلو حتى شي حاجه، واللي بغى يدير الشغب ويفرعن يتنفخ راه غادي ياكلها وغايجيبها في جلدو. راه كاين المخزن، كاين المخزن في البلاد وكاين القانون. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل للناس، راه كاين القانون. واش هاد البلاد هادي ما عندهاش قانون؟ ميمكنش، ضروري هاد البلاد هادي عندها قانون ديالها، وعندها مساطير وعندها دستور وعندها ملك ديالها وعندها المخزن ديالها. راه ما يمكنش واش غتكون كاينه السيبه، مستحيل مستحيل شي دوله ما تكونش عندها مسؤوليه. كما قال العثماني الله يذكره بالخير، الدوله عندها مسؤوليه كل صراحه، والامن راه كاين، راه اللي داير شي حاجه راه يتهز واخا يكون في فراشو كما كنقولوا حنا، واخا يكون في الفراش. راه دير شي فعله، يدير شي فعله شي واحد اولا يدير الشغب راه يجي يتهز. ما نعاودوش الهضره، راه كاين الامن، كاين الامن العمومي وكاين الامن الخاص.
وبالنسبه للسيكيريتي راه كاين، راه كاين في هذا الحي هذا، ونتمنوا من دوك الناس ما يبقوش يتيقوا بعض المكرهين تيبقاو يخربقوا لي دماغاتهم. انا كيجيو عندي ناس كيقولوا لي راه كيقولوا الصخيرات فيها الاجرام، والصخيرات فيها الشغب، والصخيرات فيها الكريساج، والصخيرات فيها وفيها وفيها. ولهذا بغيت نوصل الميساج، نوصل رساله الاخوان والاخوات، اللي الناس اللي غيجيو يسكنوا هنا، الناس اللي بعقولهم، كنهضرش مع الناس اللي مخربقين في دماغاتهم اللي سمعوها كيصدقوها، انا كنهضر مع الناس العقال، الناس اللي عندهم العقل وقارين وفاهمين وواعي. صخيرات راه من اجمل المدن في المغرب، ونتمنى الرساله تكون توصل للجميع، وتحياتي لكم. وفي الختام ما تنسوناش الاخوان والاخوات بالدعم ديالكم في هذه القناه هذه، وتحياتي لكم كاملين بدون استثناء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.